أعطوني أحمد الصبيح، أعطوني مدير عام بلدية الكويت الأستاذ أحمد الصبيح، وتقولون ليش أنا اليوم أستاذ أحمد براويك هالمقطع هذا. مبنى البلدية ومواقف الباصات اللي بينك وبين مبنى بين المبنى البلدية وبين مواقف الباصات شارع عدل أستاذ أحمد؟ عيس وأنا أحط تقرير لعب القمار في مواقف الباصات، وقلت عيب اللي يكون هناك مراقبين من البلدية اللي إخواننا بس يرهبون المحطات الإعلامية ويون على المخالفات والبلاوي الموجودة في البلد في الكويت، ولا ما لهم شغل ما يشوفونها. أستاذ أحمد وقت صلاة الجمعة والهنود يلعبون قمار، وين المراقبين البلدية؟ ولا هذا مو دوركم أستاذ أحمد؟ تكفى أستاذ أحمد، بالمطلوب مراقب بلدية واحد يروح هناك وياخذ الإجراء، وإذا أنتم ما تقدرون خلوا بني بنغال يقومون بواجبهم مع الهنود وشوفوا شلون ينظفون المواقف ولا لا. شوفوا التقرير أستاذ أحمد مثل ما رويناك تقرير المسلخ ويجون تاخذ إجراء فيه، شوفوا بالبلدية ويا أستاذ أحمد يا مدير عام بلدية الكويت المحترم شوف مواقف الباصات ايش قاعد يصير فيها، أعطوه التقرير. قمار وقت الصلاة ومراقبين البلدية في الباي باي، منا لمدير عام البلدية الأستاذ أحمد الصبيح. أنا قاعد تجيني مسجات كثيرة ودي أقراها بس خلني